عليكم شباب، طبعا رجعنا فيديو جديد راح نعلمكم شلون تغلفون 360 بدون اي مشاكل، بدون اي مثلا فقاعات او تقفع بالاطراف. اوكي شباب، هسه احنا قصينا الجهاز، يعني اكس اس ماكس، بس قصيته بدون اللوجو، بدون فتحة على مود بعد تصير اسهل عليكم العملية. اوكي شباب، هذا الجهاز قدامكم. طبعا مثل ما تشوفون شباب، كملت هسه عندنا شباب. اول ما تجون طلعون هاي، طلعون مال سيم كارت، وما جرس همه، والصوت. اوكي شباب، تجون للجو مال الفلات شحن، مال البراغي ايضا. اوكي، ما السماعات. اوكي، شباب هاي مرات تسوي لكم مشاكل، دير بالكم من تغلفون. هاي القطعة ما السماعة تسوي لكم مشاكل من تصير جو التغليف هنا، فيبقى التغليف يقفع. هاي شوفوها، دير بالكم انتبهوا شوية. هسه راح اجي اشلع التغليف. شباب اول ما تجي تقعد على يمين، تقعد جوا على الفلات شحن. تلزمه منا النوب على الكاميرا. اوكي، تعيده اذا ما مضبوط تعيده. تعالوا شوف شباب، تأكد محمد منا، شوفوا شلون قاعده منا، شوفوا شلون قاعده من الكاميرا. اول شيء مثل ما قلت لكم، تقعدون على الفلات شحن، نوب تركبون على الكاميرا. هسه تمام، تجي بالشفره. تجون تضغطون الاطراف هيجي، اوكي شباب، تجي للطرف الثاني، تجي تضغطونه بهاي الطريقة. تجي للطرف هذا تضغطه بهاي الطريقة. اوكي، تجي للطرف هذا تضغطه بهاي الطريقة. شوفوا شلون قاعد، تمام ترى قاعد، قاعد تفول. ها تجي هسه اللاصق، شوفوا من واحدة قفع هذا الفوق، شيلونه قبل ان شاء الله عندكم. هسه شباب تبدي مرحلة الشسوار، مرحلة الشسوار او الجداحة.
تشتغلون بالشسوار احسن لكم، افضل بهواي من الجداح، لان الجداحه مرات تحرق. شباب اول ما تجون نجي لهاي الاطراف، نجي لهاي الاطراف بالشسوار نقعد، نجي لهذا الطرف تقعده، نجي وين؟ نجي النوب لهذا الطرف نقعده، نجي لهذا الطرف النوب اخر شيء نقعده، تجي النوب وين؟ تجي الهاي، الهاي الفرة لازم شوية تشويها تنومها، وهاي وهاي يم الكاميرا وهاي، بعدين تختم بذني، هاي واحدة اثنين ثلاثة اربعة، اوكي؟ لازم ذن تموتهن، هاي واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، بعدين عود تختم بيهن. هسه مثل ما شفتوا راح اقعدكم هاي، حاولوا تمطون بيه ايش ترى عادي، يعني هو بالحرارة ينمط، يعني هيك تسووا له ينمط ترى بالحرارة، بس مو كلش تمطط قطعة. هسه شباب عندنا قعد من اربع جوانب، قعد نطفي الشسوار على مود الصوت. شباب من اربع جوانب قعد، ايش بقى عندك؟ بقى هذا الطرف، واحد اثنين ثلاثة اربعة، تجي اول شيء تموت هذا الطرف، هذا هذا ما اقصد على هذا، اني اقصد على هذا، هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة، شوية تشويهن والنوب ترجع عليهن ذني. مثل ما تشوفون شباب تراها راوت المياه النهار، سم محمد تعال شوف صور هنا، بس بوع على الاطراف زين وكالة والله. اوكي شباب تقدرون هاي ايضا مال الكاميرا ترجعونها.